اما بنقعد ساعات طويله ونيجي ناكل بننعس وننام، اما يجي بعد الصيام وليله العيد ولا تاني يوم نيجي ناكل وناكل جامد جدا وننام كلنا مطرحنا. في رمضان بعد ما الناس اللي بتبقى صايمه وتيجي تفطر تنعس وتنام. طيب في العادي لما انا انعس وانام اعرف ان دي بنسميها علامه انذار ان الاكل ده انا ما استفدتش بيه. الاكل بالذات اللي بقى معمول بالسمنه البلدي والزبده تسمع الناس كتير جدا بقت تستعمل السمنه البلدي وفرحانين قوي بالزبده. البوند الجسم عشان يكسر السمنه دي بياخد مننا طاقه، فبدل ما ناكل ونبقى كلنا نشاط وحيويه لا ننعس وننام. لازم ناخد بالنا ان احنا المفروض ناكل عشان يبقى كلنا نشاط وحيويه. امتى دي بتحصل؟ اما نتبع نظام غذائي صح. ودي بسمعها كتير جدا في العاده، الناس تيجي تقول لي انا اكتر حاجه ملاحظاها ان انا بقى كل نشاط وحيويه وبقيت افتكر. دي مهمه جدا.